أهلا وسهلا فيك سمو الأميرة دينا مرعد، مدير عام مؤسسة الحسين للسرطان. أهلا وسهلا فيك، وأنا كتير سعيدة أن أكون عم بعمل مقابلة مع إذاعة فجيرة. بالبداية رح نتحدث لأول مرة تشارك مؤسسة الحسين للسرطان في معرض أرب هيلث لعام 2016، حدثينا عن هذه المشاركة من قبل مؤسسة عريقة كمؤسسة الحسين للسرطان. إحنا كتير سعداء إنه هاي أول مرة كمؤسسة الحسين للسرطان منشترك بالأرب هيلث 2016. هذا كله من منطلق إنه إحنا في العالم العربي لازم كل خلينا نقول المؤسسات العريقة الطبية إنه لازم نتواصل مع بعض بطريقة كتير أكتر وبطريقة جذرية، وارتقينا إنه ما في أحسن من هيك مؤتمر اللي فعلا نقدر نتواصل خلينا نقول مع الشركات اللي بتبيعنا الأجهزة الطبية، مع المؤسسات الثانية الطبية، مع المراكز، خلينا نقول زي محل تسوق، تبادل الأفكار، تبادل الخبرات، نشوف ما هو جديد. فإحنا كتير سعداء بهاي المشاركة، ولهذا السبب إجينا اليوم. ركزت مشاركتكم على برنامج رعاية تكافل لتغطية علاج مرض السرطان، حدثينا عن هذا البرنامج بالنسبة لأيضا المغتربين الأردنيين وحتى العرب. نعم، نحن في عنا برنامج تكافلي غير ربحي، تكافلي اجتماعي لتغطية علاج مرض السرطان. زي ما بتعرفي في كتير إحنا بالبلاد العربية صعب جدا إن الواحد يكون له تغطية لمرض مزمن ومكلف جدا جدا زي مرض السرطان. أكيد. فإحنا أنشأنا برنامج غير ربحي اللي هو برنامج رعاية، بيقدر أي واحد يشترك فيه. بتخيل كتير أكيد الأردنيين المغتربين أكتر ناس بيهتموا إنه يكونوا مشاركين بهذا البرنامج، لأنه معظمهم أصلا بحبوا لا سمح الله إذا صار لهم هذا المرض لا قدر الله طبعا بحبوا يكونوا مع عائلتهم، لأنه هذا المرض بده العناية العائلية، ما بتقدر تكون لحالك قاعد ببلد لحالك بتتعالج عن مرض السرطان. فهذا كتير مهم، ولازم يعرفوا إنه صار الاشتراك بهذا البرنامج كتير سهل من خلال الويب سايت تبعنا، بيقدر الواحد يشترك ويدفع الاشتراك بكل سهولة. طبعا البرنامج مش فقط للأردنيين المغتربين، لكن أي جنسية بيقدر يشترك بهذا البرنامج. وأهم من ذلك إنه لا سمح الله أصيبة بهذا المرض بيكون عم بتعالج بأفضل مركز شمولي لعلاج مرض السرطان اللي هو مركز الحسين للسرطان. ليش بنحكي من أفضل المراكز؟ لأنه هو الوحيد بالمنطقة العربية الحاصل على الاعتماد الدولي كمركز متخصص للسرطان. ما في أي حدا حاصل على هذا الاعتماد، اللي صراحة شو بقول لا سمح الله للمريض، بقول له إنه إذا أنت بدك تبعت شخص عزيز لإلك للعلاج في هذا المركز، أنت لازم تتطمن إنه أنت مش مقصر بهذا الشخص. ما في داعي لا تبيع بيتك ولا أرضك لتروح تتلقى العلاج بالخارج، أنت رح تاخذ نفس البروتوكولات، تتعالج بنفس الأجهزة ونفس الطاقم الطبي اللي عنده كل المؤهلات، ورح تقدر تعطي العزيز إليك أفضل فرصة للحياة. يعني خلينا نتحدث أيضا من خلال حديثنا عن مركز الحسين للسرطان أو مؤسسة الحسين للسرطان، نتحدث عن الخطط اللي وضعتموها من خلال مشاركتكم في معرض أرب هيلث. طبعا إحنا يعني بهمنا إنه كل مواطن عربي بيقدر يحصل على أفضل علاج لمرض السرطان. هلأ في بلدان أكيد عندهم قدرات مالية تفوق الدول الأخرى، بس في كتير بلدان حوالينا زي ما بتعرفي بفلسطين، أكيد هلأ سوريا، أكيد اليمن، السودان، العراق، كتير من ليبيا، كتير من خلينا نقول مستشفياتهم وكل الأسس الصحية تبعتهم ضاعت، إن كان بالحروب أو بالمشاكل اللي صارت. فإحنا كتير بهمنا إنه ننقذ أي مواطن عربي ويقدر يحصل على فرصته للعلاج. وإحنا أصلاً كمركز ومؤسسة الحسين للسرطان نعمل يعني فوق طاقتنا صراحةً، مع إن إحنا مؤسسة صغيرة، مؤسسة غير حكومية غير ربحية، ولكن من خلال الثقة اللي بيمنحوها إلنا إن كان المواطن الأردني أو كل الدول العربية اللي بتبرعوا لصناديق الزكاة أو زناطيق الخير تبعتنا، بنقدر نساعد قد ما نقدر. ولكن مجيئنا هون لهذا البرنامج ضروري جدا المواطن العربي والأردني كمان المغترب إنه يدير باله على حاله، لأنه ما بتعرفي إحنا ما عندنا ملايين الدولارات نقدر نعالج
كل المرضى العرب بكل الوطن العربي ما نقدر، ولكن لازم الواحد يدير باله على حاله ويأمن ضد هيك مرض. فمنشان هيك احنا عاملين هاي الحلمة، هل انت مغترب حتى بغربتنا بنحمي عيلتنا، انه بمبالغ كتير زهيدة سنوية، يعني بركي ارخص من فنجان قهوة بالشهر، بيقدر الواحد يحصل على تغطية محدودة ضد هذا المرض. فإحنا هون بهمنا هذا الشيء، بهمنا إنه الناس تدير بالها على حالها، وإنه ما تصير الوضع، يعني لما الواحد للأسف بيسمع الكلمة أو الجملة اللي بتقول أنت مصاب بالسرطان، ويلي كيف الشعور بالخوف، الشعور بالعجز، ألا وهو أتليس الواحد يكون عنده واثق إنه عنده شوية مصاري يبدأ بالعلاج. يعني تركزت الفكرة على أنه بمبلغ قليل أو بتكلفة قليلة ممكن أن يعالج طبعاً هذا المرض الخبيث طبعاً الذي يهدد بحياة الإنسان. يعني يصل تصل التغطية لحوالي 50,000 دولار، وهذا بيعطي باع طويل أن الواحد أقل ما فيها يبدأ بالعلاج حسب نوع المرض. يعني بحديثنا عن مؤسسة الحسين للسرطان، وهي مؤسسة عريقة توجد في الأردن وأيضا ساهمت في علاج الكثير من مرضى السرطان، خلينا نتحدث أيضا عن طرق العلاج وأيضا إلى أين وصل الطب والتطور في داخل المؤسسة وخارجها، ومعاصرتكم للتطور في نعم معالجة هذا المرض نعم الخبيث. يعني مركز الحسين للسرطان صراحة زي ما حكيت سابقا هو في طليعة أفضل المستشفيات في المنطقة العربية لتقديم العلاج، وآخر إشي يعني خلينا نقول آخر برهان غير عن الاعتمادية اللي حصلنا عليها اللي هي كمركز متخصص للسرطان وليس فقط كمستشفى عام، هو إنه صار في عنا توأمة مع أفضل مركز سرطان في الولايات المتحدة اللي هو MD أندرسون، أكيد أنتوا سامعين فيه. فمن هاي الناحية نحنا وصلنا لنقدر نقدم أفضل علاج بما يعني يتساوى مع المراكز العالمية في الخارج، فهذا واحد. ولكن إحنا كمركز شمولي كمان نوعنا وكمؤسسة شمولية نوعنا بكل مراحل، يعني ما قبل المرض بالسرطان نشتغل على تجنب المرض، نشتغل على التوعية والكشف المبكر، منقود البرنامج الأردني للسرطان الثدي في الأردن. طبعا اكيد العلاج ممتاز، بعدين احنا كثير بنآمن بما يسمى بالبالياتيف كير اللي هو العلاج التلطيفي، لانه في زي ما بتعرفي للاسف في امراض سرطانيه الا الواحد ممكن ما يقدر يتغلب عليها، ففي الم كثير عند خلينا نقول مرحله اخر مراحل المرض، واحنا هذا علم كبير في كل العالم مش كثير خلينا نقول معروف عنه بالبلاد العربية، احنا بنمشي فيه بحيث مريض السرطان لازم انه اذا حكم عليه انه ينضم لله تعالى انه على الاقل ما يكون في ألم كبير. فالبالياتيف كير كمان هذا له علم خاص، احنا كمان بنشتغل بكل المراحل ونعنى بالمريض بكل المراحل. هذا اللي توصلنا أكيد دائما بالتقدم لمؤسسة الحسين بالسرطان والجهود المبذولة التي تشهدها سواء العرب أو المواطنين الأردنيين المغتربين وداخل الأردن. كلمة أخيرة توجهها سموك للمغتربين الأردنيين سواء من خلال مشاركتهم في برنامج رعاية التكافل لتغطية علاج مرض السرطان، وأيضا حتى العرب وكيفية المشاركة كي يتمكن المشاهد من معرفة المشاركة في هذا البرنامج. بحب أوجه كلمة لكل أردني مغترب ولكل مواطن عربي صراحة اللي إنه لازم يأمن حاله ضد هذا المرض اللي هو مرض العصر. ما حدا في منا ضامن إنه ما ينصاب، أي حدا ممكن إنه يجيله هذا المرض للأسف، فلازم يكون مجهز حاله. وهذا البرنامج اللي هو برنامج رعاية، برنامج غير ربحي تكافل اجتماعي، هو بيقدر يساعدكم بوقت المحنة، إنه ويلي الواحد خايف، ويلي مش عارف كيف بده يتعالج، كيف بده شو بده يصير فيه، شو بده يصير بولاده، على الأقل ما فيها بيكون عنده مبلغ مش قليل بيقدر إنه يبدأ العلاج ويدير باله على حاله. والآن صار الاشتراك بالبرنامج كتير سهل، من خلال الويب سايت تبع المؤسسة بيقدر يلاقوا اسم البرنامج
اللي هو سي سي بي تبعه. الويب سايت تبعنا www.khcf.jo اللي هو اذا بتحطوا كينج حسين كانسر فاونديشن بتلاقوا الويب سايت، ومن خلاله بتلاقوا وين برنامج التأميني، ومن خلاله بكبسة زر سجل اسمك تدفع اشتراكك، كل اشي بتم وبتريح بالك انه انت حميت حالك. وان شاء الله ما تكون زبون لإلنا في اي يوم الاوقات، بس لانه التكافل الاجتماعي بتكون انت مرتاح انه انت تكفلت وكأنك تكفلت مريض اخر. كل الشكر لسمو الأميرة دينا مرعد مدير عام مؤسسة الحسين للسرطان، وأيضا للمعلومات اللي قدمتينا إياها عن برنامج رعاية لتكافل لتغطية علاج مرض السرطان، وأيضا كل التوفيق لمشاركتكم في معرض عرب هيلث. شكرا كثير لك، وشكرا للبرنامج بالفجيرة. شكرا، يعطيك شكرا.